بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الفل. النهاردة ان شاء الله معنا كريات مونتاج من 2021، نفتح نتفرج ونشوف عملنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. العربية لسه صغيرة، لسه زيرو، ماشية حوالي 4000 كيلو. بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا الفرش اسود وحتت صغيرة، تطعيمة صغيرة كده، لون السيارة من بره رصاصي، اقرب درجة ليها موجودة اكتر من درجة من الرصاصي ده، موجودة افتح موجودة اغمق. خيط البند الرصاصي، وعملنا الأرضية، بس الأرضية تحت طقم الدواسات الناين دي. ده بسم الله كده الأرضية واضحة اهي. بس طبعا الطقم ده بيقفل كل حاجة، مبينش أي حاجة خالص. بسم الله. شوف بقى التكسيم، الشغل الهاند ميد، الفرش أصلا راكب تحت ده، مش متقطع ولا معمول في أي ضرر، شيل ده في أي وقت تلاقي الأصل تحت زي ما هو. ركز بقى في المدورانات، الخيط البند لو فيه اي حاجه معوجه. دوران هنا مفيش فيه كسر خالص اهو، الحمد لله بفضل الله. دوران المجدع حتى كل حاجه. نفتح برده ورا ونتفرج. بسم الله. ظهر الكرسي كله شغل بند. طبعا الكراسي دي فيها ارباك بيبقى معمول حسابها، مش على قد الخيط بس، في حاجات تانية بتتعمل بس انا ما ينفعش اقول عليها. طبعا انت لما بتكون سيارتك او عربيتك معاك فيها ارباك وبتيجي تسالني على النقطه دي، بوضح لك احنا بنعمل ايه، بس طبعا انا ما بوضحش في الفيديوهات. برضو هنا بنركز في البونت، كل حاجه، كل الدكتور تقفيل يدوي، نرجع فتحات الحزام الامام. الحمد لله بفضل الله كل حاجه باينه قدام حضراتكم. هفتح لك برضو من كل جهه كان العربيه قدامك بالظبط. بسم الله. نفتح المفتاح برضو تاني. برضه ركز لو في اي حاجه قول لنا عليها، هنحاول على قد ما اقدر اجيب لك كل حاجه كانها عربيتك وانت بتستلمها دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. كيا سبورتاج 2021، فرش اسود ورصاصي، بونت رصاصي. لو في اي ملحوظه في البونت، في الفينش، في التقفيل، في الدورانات، في التكسيم، في اي حاجه، اتمنى تقول عليها، واتمنى تتابعونا على طول. ان شاء الله اللي جاي كله هيعجبكم. اسف لو طولت عليكم، اشكركم شكرا جزيلا. السلام عليكم.